قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا وتأكل منه دابة أو طيرا أو إنسانا إلا كان له به صدقة. فمن أفضل الأشياء التي يجب علينا اتباعها في ذكرى مولد خير الخلق سيدنا محمد صلوات الله عليه وسلامه عليه أفضل الصلاة والسلام، هي أن تكون لنا همة عالية، وأن نكسل من الخيرات والأعمال الصالحات، ولا نرضى بالأقل، بل نجتهد في الإكثار من الخيرات ونسارع إلى الطاعات، لأن هذا سيزيد من ثوابنا وأجرنا ويرفع درجتنا. ومن خير الأعمال كما قلنا هو أن نزرع أو أن نغرس، وأن نعمل أعمالا ننفع بها الناس وتكون فيها النية صالحة خالصة نرجو منها ثواب الله، كالزرع والغرس وتوفير مصادر المياه للناس وتسهيل الطرق وإزالة الأذى عنه والصدقة ولو بالقليل. فإن كنا قادرين أن نزرع أي بذور أو نغرس أي شتلة وتكون نيتنا منفعة الناس ونرجو بها الثواب من الله، فلا نبخل أو نتأخر. ازرعوا فإن الزراعة حياة. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوات الله عليك حبيبي يا رسول الله.